السلام عليكم، مرحبا شباب، عاملين ايه؟ النهارده بقى بتيجي يوم ماستر دول. مثلا يا شباب هندخل تحدي جامد جدا ضد الاسطوره محمد صالح، براند ديسبيا ضد السوبر هيفي ساموراي، واذا كان في تعادل هنحسم التعادل ببلو ايز وايت دراجون ضد الدارك ماجيشن، وده المقطع رقم 1711. انا التاني كده من اولها؟ لا عادي، بعدين الدور اللي بعدها هنعطيك التلول ان شاء الله، ما نصادف لا ماكسي ولا يحزنون باذن الله. هذا اللي خايف منه انا. معك ايش؟ على حسب السحب، يعني اذا عندي ايش يعني اوكي، انا عارف نخرب. مش عايز يقول هو ان هو مع ايش يا جماعه، يا جماعه مش عايز يقول حق محمد، مش عايز يقول ان هو مع ايش. عموما يا جماعه، اهم حاجه لو بنتفرج على المقطع ده وسمعنا الاذان نقوم نصلي احسن، اهم حاجه. وما ننساش ان احنا نذكر الله، صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وندعي لاخواننا في غزه يا جماعه ضروري، ونشترك على القناه لان ده بيساعد. يا جماعه الاسطوره محمد صالح من اليمن، بلد الاساطير. بخصوص الاساطير هاي بعطيك باس. ايه؟ خد هيفي، خد 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 الدور الاول، خد ماشي. سحب اللي بيحصل ده، السحب ناي، سلم عليا. الله، انت كده، انا كده ايه بقى؟ الجيم بتاعي ولا ايه؟ ايه ده؟ معقول ده الجيم بتاعي؟ ايه ده الجيم بتاعي بجد؟ معاك بريك؟ اقول لك السحب ناي سلم عليا. بريك يعني؟ عموما هنكتشف اكنت صادقا ام كنت من الكاذبين، او من كنت من اللي بيحوروا. شوف، انت عارف ان انت خلبوس. يعني نضطر ناخد قرض، يعني ناخد سلف. طيب هنشوف دلوقتي. تو يور هاند، يلا تعال انت. اوف، تضغط معي ورقه تانية اخدها اقفل عليك بالسحب. بسم الله. طبعا يا جماعه يا ماكس، يا ترى تحدي ماكس. طب عموما لو انا ما قدرتش افنش الجيم في الدور ده نشوف. لماذا هذا العنف؟ اوف، هذا هو ده المطلوب. كافو ماكسي، والله ماكسي تطلع حاجات حلوه. هذا المطلوب. ماشي، يجيب البيك بوس. ماشي، جي جي. شوف يا عم محمد، احنا مش بحس ايه، انت متأكد كتير؟ الله المستعان، خلاص كفايتي سحب. طب صح النبي، صح عندك ايه عايز يشتغل؟ غلي معي درول انلوك، بس قلت ما ايش داعي. تاك لو سحبت انه ورقه احتاجها خلاص. ذا سبل ده من احنا زحمه، كان بي نيجيت، حمى نفسه من النيجيت. اوه ماي جاد، ماشي حلو. لو هجمنا ايه؟ خلاص لو هجمنا خلاص. لا لسه تبقى لي لايف بوينت. طب معك 3500. لا معايا تاني كله. اقدر العب تاني. كمل ما عليك، سهل. ماشي هكمل، بس اوف جي جي. هذا 8000 بالضبط. انا والله مش عايز اعمل سبيشال سمن كتير، بس الحمد لله السبيل نقذك، السبيل نقذك، الحمد لله السبيل نقذك. كنت استطيع انهي دول. ما ينفعش برضه تسلم الملعب فاضي برضه ولا ايه؟ والله صح نعي، ايش نسوي لك السحب فرق؟ ندخل جيم تاني. السحب باع القضية. ندخل جيم تاني. السحب باع القضية. صدق نفس هذه، نفس هذا البريك يحصل لي في الرانك. والله اكون مثلا في دايموند احاول اطلع. خلاص بعطيك الدور الاول، خد. ليه؟ ما انت المفروض انت ماشي، انت حر. صح. صح، المفروض يعني الخاسر. بس الله، عادي هنيئا لك. يمكن انت بتقول عندك بريك ولا كيف؟ والله اعلم. جماعه 60 ورقه عنده بريك كثير، لاعبين بريدند يشتكون من شغل البريك. لا انا مش معايا 60 ورقه، انا الحمد لله مش 40. يعني 42. انت عندك عايز يشتغل كده من اولها ماكس برضو؟ اوهو لا لا لا، اخص من ماكس يعني. ماشي العب، خد راحتك. هلا بصوت اليوتيوبر الاجنبي، نيجيت ديس. الحمد لله انها جت على قد كده. يلا انا هذه ما خليك تجيب.
والله كريستيان. يا حاج محمد انه لكلت كان طعم. اه اكيد، ما عليك عادي، انا استغرام معي اخص من هذه. ماشي تاني يا ابن اللذين يا محمد، يا ابن اللذين. قلت لك انا استخدم بس اش كذا شكل، لقد كان فخا. ايه رايك؟ خدعتك، شفت ربنا جاب لي حق ازاي وقتي. يلا يا محمد يا صاحبي. ايه والله صح، هذه دعوه الوالدين ما شاء الله. خلاص كفايتك تجي تسحب اوراق. انت عندك ايه تاني؟ يا لهوي شغلي تخريب، بس العب سوبر هيبي برعايه تخريب. ماشي. ها جاما هيلب. اه والله ما فيش، غريب انا استخدمته مره في اونلاين في الرانك، استخدمته مرتين في نفس الدور. ولا ده شكله كان جليتش. لا سبحان الله، الملعب بتاعنا متكامل والله. آه. يا جماعه دخلنا بالصدفه والله. تاني ممكن نشتغل تاني؟ اه ما انت معاك اتنين ايه ده معقول؟ انت سويت لي نجيت على اش نعيم؟ لا انا سويت لك نجيت على ده. ايه انت الان شغلت اولوبيان براندد دراجون؟ لا بصراحه كده كتير قوي. تي ني 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 ميو 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 بيو 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 بيو. يلا ماذا ستفعل؟ بفكر. اسحب ورقتك الواهنه لكي انهي دوري. ماشي ماشي. سبيشال سامون، سبيشال سامون اماونت. ماشي فكر يا ناس. اللي يشوف الفيديو جيمر قلب بالعربي، اكتشفت سر كيف تمنع لاعبين براندد من من كل شيء. جبت لك العجل. اوف العجل. مصيبه ده. طيب هذا بيحط كونتر تراب، هذا اي تمام. بريك ورا بريك. طب انا ايش انا ماذا استفيد منك؟ بريك ورا بريك. هذا 3200، هذا نحطه مقلوب. ايوه شقلوب. اعطاني الورقه المطلوبه. احس هذا الجيم برعايه البريك هان. ماشي. اوف بيهاجم بكل عنف. بالعجل. انه العجل. اوف يكمل هجوم هذا كمان. اها ابو 600 عيني تحت. تبينا انت عاوز ادفع ضريبه كل مره؟ 600 افكت دامج. ينفع سن بترسل قاروره. مش قاروره، طلع واحد ده الثاني. فولين اوف البيز، ضريبه ورا ضريبه. طيب درو. ايوه هو ده الكلام. It's time to cook. نحن 600 هذي. 3-4. تحتاج تأثيرات كتير انت. طيب صحيح النبي سوي هكذا. ياسين ندفع ضرائب على الفاضي نحن. ضرائب على الفاضي. انت عايز لك 5 تأثيرات كمان؟ لا كده كفاية قوي. شكرا. ماشي. قاتلوا ده. انت اكبرت انا انزله. ماشي يا ريتني نزلته في الهجوم يا اخي، نسيت كنا نزلناه في الهجوم احسن. ايه الغباء ده والله العظيم غباء. اعطيتني بطبق من الذهب. واحد بيطلع منه حاجات غريبه وفي الاخر يقول ايه ده اللي انا عملته ده. الان ما نطبخ، كل واحد جهز دفتر وقلم وكود. ماشي انا مش عاوز انزل ترون ليجازي، بس ارغمت انا. والله النقيت. لا النقيت بيقيس لنهايه الدور صح؟ اعتقد. نايس. اي تمام. تاثيره ما يمشي الان. لا تاثيره مش شغال. الحمد لله. دفعنا 600 على الفاضي وامشي وضعنا في السليم. طيب. عين نطال نرمي بأش. الله عادي أش بداله سوي فول نيجيت.
chain 1 chain 2 عمك اجا البيك بوس كده. شكرا كده شكرا. ده بورد نان دانيال عاش والله. هو صح ان الوقت ميس عمنا بس انا مخاير نجيت ثلاثة على نجيت ثلاثة على اللقاء. صدق يا جيمر، يعني في البداية كنت اشوف فيديوهاتك كده في يعني يوتيوب يعني ما شاء الله، يعني في البداية ما كنت احب اتابع محتويات عربية. يعني مع الوقت خلاص تأقلمت، قلت اوكي والله حلو محتوى عربي. حبيبي يا حق محمد والله الله يصلح. والله يعني هو بنزق والله بنزق هاي في البداية قد ما اكيد هاي قد ما قد في البداية قد ما خلينا نعطي فرصة نقرب نشوف اذا هو مفيد ولا لا. بعد النهاية شفت اكتشفت انه مفيد وكذا، فيه ضحك حلو. انا كل مقاطع يمزب لي. لا 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 ليش انا مش عاوزهم، انا مش عاوزهم، انا استفيد من ايه اصلا؟ طيب نسوي كذا. يا حق محمد انت يعني كفيت وفيت. سويت ميس بلاي بالغلط والله، يعني مش هتفرق كتير يعني كذا خربانه وكذا خربانه بايظه. انا عندي خلاص باظت. وبنفس الوقت انا باظت. طيب ماشي حل. انت معاك بارون ومعاك كمان في نيجيتا هوت الكينج دوت. الدنيا حلوة معاك اهو، لسه مش عارفين ايه تاني. انت ما انتش محتاج والله يعني اكتر من كده. تالي الجيم ده بتاعك بنسبة 90% الجيم ده بتاعك. كده 100% ان شاء الله الجيم بتاعك. بالظبط كده كده 100% الجيم بتاعك. سوي كده نجي بس نكمل تحفة الفنية. 1 2 3 4 5 كفايتي. ماشي يلا اسحب ورقتك الأخيرة. هي الأخيرة فعلا، الأخيرة خالص والله. شوف تاد نيجيتال مكفينك وموفي غير الدور اللي بعده. هذا كدي واحد يعني انت معك بالهبل، معك نيجيت بالهبل. اوف عنيف. لا خلي. لماذا نحن هنا؟ مش قوي يعني مش قوي. سؤال صعب. مش قوي يعني مش احسن حاجة برضه. مش احسن حاجة. تقول. احسن حاجة بس اقول لك لا. شايف؟ ايش الفايدة؟ بتسوي نجيد على بارون بي. لا مش هيفيد بحاجة. مش هيفيد بحاجة للأسف. شت يا جدعان ورقة كمان بس. دور ابتسملي. السحبة ابتسملي. نحن بدور كامل حلقي. دور خامس. خلاص. حان الوقت لنرفع الستار. نرفع الستار. اوف. بنديوم شوكان. جامد البنديوم. جيمر مثلا ولا ما تقرب مجموعات ثانية؟ والله تجربة المجموعات الثانية ده أشوفك ما شاء الله تعمق كثير في البراندد. بحبها والله. بعدين هو الناس يعني لما بلعب مع حد بيقول لي لعب أقوى حاجة عندك فبلعب باللي بحبه. أشوف رايح نجيت أنا. ما أنت معاك بارون ما استخدمتوش الدور اللي فات برضو. هستخدمه الآن. يعني كنت أنا عاوز أخلي الحاسمة. باي باي. 3 4 800 شت كده. شفت ده وش يعني لما يكون تونر واثنين غير تونر. ماذا استفدنا؟ اوكي ما هي مشكلة نسوي هكذا لكي ندمر هذا. والله شوف في البداية على أيام دولكس كنت ألعب زمان، كنت محب سوبر هيفي، ولان عيلة مقدم لك على أقوى وحش في سوبر هيفي. عاش والله. تأمل في الانيميشن. عاش والله. الله بيهجم بالدفاع.
أربعة وتلاتة سبعة. ها عايز لك زقة كمان. اوكي سبعة عالي. اه والله بداية هذا الوحشي الاسبل الاكويب هذا يمديني انه اقوم مرتين. الله اخيرا عاش والله اخيرا. ضدك كان معي نوبيرو انا سحبت الان. جي جي والله جي جي والله. طيب الان شو الفكرة الان؟ نفس الوضع ولا نغير؟ اللي انت عايزه. حابب ندخل بقى بلو دارك ماشي زي ما اتفقنا. اوكي يلا ردد ماشي ما عنديش مانع. اوكي اوكي هنغير نكمل ولا نغير؟ ماشي نخرج من جو القرف. ماشي ايش سويت؟ نخرج من جو القرف. ماشي نخرج من نعدل عليها. تمام يا شباب الجولة دي المباراة دي هتكون بقى دي المباراة الفيصلية الحاسمة في هذا الماتش ان شاء الله. ده هيكون بقى ده بلو ضد دار. الاوراق الداعمة ممنوعة صح؟ مثلا ستيبلز ممنوع لايتنج ستورم ودي الزحمة. الزحمة بص هقول لك حاجة ثواني كده عشان برضو نبقى ايه. انا مش معايا هند تراب، مش معايا اماش، مش معايا ماكس، مش معايا كل القرف. انا معايا بلو ايز بلو بيور الاكسترا ديك بس فيها فيها جالاكسي ايز الاكسترا. اوكي حلو تمام كده تمام. توكلنا على الله. لا بس هنحط مين؟ مستعد انا. يلا بسم الله بسم الله. انا هاخد الدور الاول. اوف الظاهر انه عندنا ملعب بلو ايز جديد. طيب حلو طيب هنشوف ايش مع مو معانا ماجيشن رودو. طيب نجيب مين؟ نجيب هذا. عندما نجيب هذا نسوي هكذا الاخ ما شاء الله. لا غناها ولك الاحتياط واقف كي نسحب تو كار. حلوة دي حلوة تطفن تاز الذكاء هيساعدني في السحب بس. ماشي يلا العب. ماشي انا خبصت انا بس يلا عادي تخبيصة هذه تستحق. شوف كده عنيف يرمي بالحجرة ويجيب نحن السبيريت. جينا حين سبريد يبنش. ماشي طيب في حركة تانية ماي سيريكال اسمها بينجو ماشين. ادري انا سيريكال راحت البانش. والله ذكرناها بميمز كذا الوحوش ما عادت تروح للمقابر يا تبنش يا ترجع. ممكن نعمل ايه؟ نعمل كذا اثنين ثلاثة. سؤال المليون ماذا سأختار؟ واحد اثنين ثلاثة. اوه سؤال المليون عشان بس اتجنب الكارثة بلو ماكس والله خير الأمور أوسطها. ده يكون حصد لي في بالي بالك دورو. تفتكر ايه اللي انا سحبت؟ يلا حلو ماشي. طيارة اقعد الطيارة هل اللي كنا خايفين منه. كنا خايفين من ده كان فعال سول سيرفن كان تمام وسحب ذا ونزل مهاد بيهجم على كيوس. جي جي ماشي بس في معي دور انا لسه تبطل نكتها. نشوف يهاجم مين. اوف لقاها يسوي او تي كي هيفنش. اوهو لقاها هيفنش. اوف عنيف حتى الاغنية تغيرت من هول المنظر. طيب واحد اثنين شوفنا ضعيف بالرياضيات 4000 ناقص 2000 كم يطلع؟ ها؟ على ايه؟ كم يطلع؟ 4000 ناقص لا مفيش ما هو 2500 مش هيهجمه. أوه. مش هيهجم ولا مش هيهجم الله على الرحمة. اوكي هذا ما يتدمر. ك
كان بي تارجت. الغريب برضه بالموضوع ان انا مش عارف ليه في حاجات غريبه بتحصل، يعني ليش في ده حاجات غريبه المفروض تهاجم يعني؟ في حاجات غريبه، مش عارف طيب الحجر ما هنشوف اشتغلش، عموما. مش عارف الحجر ما اشتغلش، حاجه عجيبه، اوب حاجه عجيبه. اوكي يمين اعتقد لما اسمه تتحكم بلو ايز او نفس كذا الكلام، يمكن سبيشال وان بلو ايز يكون ما عندك. طيب نشوف هذا ايش يقول. كان بي دستروي باي يور اوبننت كارد افكت، يعني علينا وعلى ما هادو. كانت اذر مين؟ اه تمام خلاص، انا اللي عملت كده. نمبر 97 هو اللي خلاني ما اقدرش اعمل اي سمن ايش تاني، السمن؟ ها اه عرفت، عشان كده هي ما هنرجعها. كانت خطة فاشلة، خطة طب فاشلة. كنا احسن هجمنا بالكيوس ماكس دراجون، وكنا نزلنا جالاكسي ايز وهجمنا وبسطنا وعملنا شغل عالي وكنا طب روقنا. تجيب تايتانيك ومش عارف شو، آه. في كابوسك يا جيمر. اه كنا عملنا شغل كتير والله. اختيار غير موفق اللي احنا عملناه ده. اه هذا الاختيار هيكلفك كتير. اه شوف كابوسك موجود. اه مهاد ما هذا ملك الفيرست هان. شوف هو بما انه مصارح انه عندي بسحب ورقتين. اه ايه مصمم التراب هذا يجي. اعتقد حتى بانيش ما يمشي معه. ليش معانا هنا؟ ده هكاي ما يمشي معه. صلى الله. شوف شت. هذا شكله ما يتأثر لا بني. اه بنيش يتأثر بس نبنش مين. هذا 3000، هذا بيهجم في الدور اللي بعده. مصيبة. نشوف ايش عنده هنا. كله لايت. ما عندك وحش دارك ناي. هتعمل ايه يا حاج محمد؟ اه هنشوف ندم الكارثة هذه. ماشي ما انا ادي جد 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 دراجون بيشتغل. اه ما اشتغلش. آه. غريبة غريب قوي الموضوع ده، انا بقول لك في حاجات غريبة. طيب ما بقالنا ترى معنا اختياري للوحشين دول كان غير موفق تماما. يلا حاضر. العائلة الكريمة كلها موجودة في الساحة. آه. خلينا نتأكد ما جد دراجون. ما أنا وين وسبر تيرن. اه صح جد دراجون ما ينزل لما بلو ايس يتدمروا صح. اوف كذا ولا كذا بيتدمر وحوشك. اوف بيهاجم يوروسان جد. عشان واحد جد دراجون بينزل ايجا سيت وان تراب كار. ايه رأيك؟ شفت؟ لا يا راجل لا عادي ماشي مشكلة. حلو حلو صدمة عارف كيف كبيرة. نرجع عارف كيف نرجع احنا. ماشي لا تستهي بقوة بلاك ماجيشن. الله على الانيميشن. الله صدمة كبيرة. هيجيب مين هذا السؤال؟ واحد اثنين الله الله خذ خذ هذا هو كلهم نفس النسخ. اوهو ultimate fusion. بلعنا تبن بلعنا. هيدمج ثلاثة بلو ايز. بلو ايز جيتو تايرنتو دراجون. اوه اكيد يعني هو مجبور انت بتجيب بلو ايز تايرنتو دراجون. حسيت حلو حلو. شغل هذا نجيب رود ماجيشن رود ونرجع هذا كمان. أربعة وعشرين ورقة هذا لايت. نرجع مهاد عشان نسحب كم ورقة. لحظة سوي كذا سم ماي درو. صدق الحلو في مجموعة دارك ماجيشن خليك تسحب تسحب كتير ورقتين. اه صح انه نسيت عندي كم نسخ دارك ماجيشن في المقبرة. مهودو ميك الفيرست تان. اقول لك نفعل هذا يوجين سمن سمن بلدي ولا سمن سمن بلدي. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. هاي ده دمر جد دراكون في اليد. جد دراكون في اليد. لا هنبنش سوي هكذا مع هذا ينتج لنا ماستر اوف كيوس. شغل قدرة ماستر اوف كيوس يرجع. نحن هنجيب العسلية على قولة جيمر.
افعل قدرة العسلية عشان نسوي تريبيوت. واحد اثنين. عايش والله، جي 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 والله الراجل عارف هو بيعمل ايه. جامد والله جامد. بس بس كم بقى؟ اوف 4000 هذا معاك لايف بوينت. والله شوف هذه الحركة، بص الحركة دي جامد. عاش والله والله عاش والله. والله اذا كونامي تفكر تنزل دعم ممتاز اللي بلو ايز بتشوفها في التير. والداك ماجيشن برضو اي لا، داك ماجيشن شبعاني من الدعم حق. عاش والله. لسه في تي سي جي نزلت ورقة فخ دارك ماجيشن ميرا فورس، يعني كان الجيم ممتاز والله بحق. لا 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 جي جي رائع والله، انت رائع بالهيفي ساموراي وجامد جدا بالدارك ماجيشن. انت لعبت بالدارك ماجيشن جامد. انا ما كنتش موفق خالص ببلو ايز في مقطع النهارده بصراحه. والله كنت شفت مقاطع قدرت انك تجيب كيوس ماكس دراجون ودي والعائله الكريمه. لا انا ما توفقتش انا النهارده في ما توفقتش عادي تحصل تحت باختيار الوحوش النهارده، بس ما قدرت والله استمتعت. الله ضايع خلاص المخلص. اكيد نعم ان شاء الله. ناي لا ناي جي جي والله حلو والله. لي شرف جي لعب مع واحد مشهور حبيب. نفسك يا جيمر حبيب والله ولا التواضع كده تصادق عليك حبيبي. اي خد ان شاء الله يكون لنا لقاء تاني ان شاء الله باذن الله. مقطع اسطوره شباب، مقطع اسطوره جدا والله. استمتعت جدا بمقطع النهارده. انا واقف حد يعرف مقطع النهارده ولا حابين نكون نقعد فيه يوم مايستر دول. حط لايك شير وتفعل الجرس، استنى الحلقه اللي جايه. سلام. عاش يا صديقي الغالي. عاش 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 جيمر عاش. We'll be right back.